السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ميس امل محسن، اهلا بكم في الحلقة السابعة من حلقات ازاي اسس ابني بكل سهولة. النهاردة اخر حلقة من حلقات الفتح، وهنبدأ المرة الجاية حركة جديدة وهي حركة الكسر. فقبل ما ادخل على حركة الكسر لازم اطمن ان ابني اتقن القراءة والكتابة والاملة بحركة الفتح. عشان كده الحصة النهاردة بتاعتنا دي اخر حصة في حلقات الفتح، هنقفلها وهنتأكد ان ابني بقى كويس وبقى يقرأ كويس ويتملى كويس اي كلمة او جملة بحركة الفتح. قبل ما ابدأ الحلقة معاكم النهاردة، ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا معايا في القناة وتدوسوا على زر الجرس وتختاروا الكل علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. المفروض ان ابني بيقرأ كلمة مكونة من 3 حروف، فالخطوة اللي بعد كده هزود له حرف على الـ3 حروف دول، فتبقى عندي بدل ما هو كان بيقرأ كلمة اكلا فهزود حرف الوا، تبقى اكلا وا، ذهبا ذهبا وا، ركعا ركعا فا، كتبا كتبا وا. طيب هو بيتهجى ازاي؟ يعني مثلا ك كتب، ك كت كتب، كتب و، يعني يقرأ الحرف الأول ومعه الثاني كت، وبعد كده يجيب الحرف الثالث ويقول لي كتب، وبعد كده الحرف الرابع ويقول لي كتب و. ف فحشر، ف فذكر، ف فحصد. هنزود بقى بعد كده كلمة وهتكون عندي دلوقتي جملة مكونة من كلمتين، زي جملة أكل وشرب، ركع فسجد، ذهب ورجع، زرع فحصد، حلف فصدق، سجد فشكر، أكل وحمد. الجمل بخليه يكتب الجملة في الكشكول ينزل بيها، بخليه يقرأ الجملة الحصة اللي بعدها، بخليه او لما اجي اذاكر له تاني بخليه يتملى الجمل. يعني الجمل بنقرأها بنكتبها اكتر من مرة بنتملاها، فبكده وهو كمان بيكتب لازم يبتدي يقرأ، وهو بيكتب لازم يقرأ اللي هو بيكتبه، فبيثبت معاه فبيسرع من القراءة بتاعته. اخر حاجة بديله جملة مكونة من 3 كلمات، يعني ازود له كلمة كمان، مثل مثلا قرأ وكتب فنجح، حكم وعدل فصدق، طرق وفتح فجلس. جملة تكون مكونة من 3 كلمات. تمام. اهم حاجة ان انا اعمل حاجتين، ادي املة وادي قراءة، يقرأ يوميا كتير ويتملى اللي هو بيقرأ. بكده نكون خلصنا حركة الفتح، وهناخد بعض التدريبات على حركة الفتح. انا جايبه لكم مجموعة من التدريبات جديدة، المرة اللي فاتت كان فيه تدريبات والنهاردة فيه تدريبات مختلفة، علشان التدريبات دي بتثبت معاه مع الطفل الحركة وبتشجع. اول حاجة وصل الحرف بما يماثله، بجيب حروف من الحروف النايمة وحروف من الصحية ويوصلها، ماشي؟ مجموعة من الصفين، الصف الاول في الحروف الصحية والصف الثاني في الحروف النايمة، ويوصل كل حرف باللي شبههم. عندي وصل كل كلمتين تبدأ بنفس الحرف، هجيب كلمات بتبدأ بنفس الحرف. يعني مثلا انا عندي الصف الاول في عندي شربا وعندي سجدا، التاني عندي سألا شرعا. طيب شربا تتوصل بايه؟ بشرعة، لان الاتنين بيبدأوا بحرف الشين. سجدا تتوصل بسألا لان الاتنين بيبدأوا بحرف السين. بعد كده عندي ضع دائرة حول الكلمة التي بها الشين، زي مثلا اجيب مجموعة من الكلمات ويدور لي على الكلمة اللي فيها شين. انا عندي هنا سألا شربا شرعا كتبا، فين يا حبيبي اللي فيهم شين؟ شربا فيها شين وشرعا برضو فيها شين، يبقى هنعمل عليهم دائرة. عندي تدريب تاني اكمل الحرف الناقص، اجيب له الكلمات اللي احنا خدناها بقى وقريناها واتمليناها، اجيب منها كلمات وانقص حرف وخليه هو اللي يكمل الحرف ده، زي مثلا اكلا، ايه الحرف اللي ناقص؟ اللام ولا الميم؟ اللا ولا الماء ولا الراء؟ اختار. شرابة، ها الشا ولا الراء ولا الكا؟
ذهب، ايه الحرف اللي ناقص؟ الدا الذا ولا الراء؟ بيختار الحرف الناقص ويكون لي الكلمه. بعد كده هديله اقول له اكتب اشكال الهاء. احنا عارفين ان احنا عندنا الهاء فيها كام شكل؟ ليها خمس اشكال. عندي الهاء ام حجاب، والهاء الفيونكة، والهاء السبعة رسم المصحف، والهاء المربوطة برقبة، والهاء المربوطة خمسة. انا براجع له على القديم وانا شغالة معايا في الجديدة عشان ما ينساش، يبقى يتملاهم. عندي كمان اكتب الحروف الشائية، لازم يتملاهم على طول. ليه؟ عشان وانا بتملى لما يجي لي حرف الراء اقول له ده من الحروف الايه؟ الشائية، يعني الحرف اللي بعده مش هيلزق فيه. او لو جه لي حرف الواو يبقى الحرف اللي بعده مش هيمسك فيه. يبقى لازم يبقى فاكر الحروف الشائية علشان لما يتملى يكتب الكلمة صح. بكده نكون خلصنا حركة الفتح، وكمان خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة. يا رب أكون أفدتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.